الذي ساهم بفعالية في هذا اللقاء التربوي الخاص بمربي ومربيات إقليم نواصر عامة ومربيات مدينة الرحمة على الخصوص. كما نتقدم بالشكر الجزيل للسيد مدير دار المسار على دعمه لهذا اللقاء التربوي والمساهمة في إنجاحه. وقد خصص هذا اللقاء حول موضوع مستجدات التعليم الأولي في مراحل الطفولة المبكرة. التعليم الأولي كان هذا اللقاء جد محفز، وكنشكر جمعية الريان ودار المسار أنها فكرت فينا قبل الدخول المدرسي إحنا كمربيات من خلال الموضوع اللي طرحته له اليوم اللي هو الطفولة المبكرة والدخول المدرسي، اللي كانت فرصة أنها فكرتنا بأننا نستعدوا نفسيا وتربويا باش نستقبلوا الأطفال داخل المؤسسات التعليمية. فكنت قدم جزيل الشكر لجمعية الريان وكذلك لدار المسار، وكنقول لهم شكرا جزيلا. احنا استفدنا بزاف من هذا اللقاء التواصلي اليوم، وكانت فرصه اننا نكونوا مستعدين اكثر واكثر للسنه الدراسيه تملؤها العمل والجد والعمل التربوي ان شاء الله. كنشكر الاطر التربويه اللي اطرات هذا اليوم واللقاء التواصلي اللي استفدنا منه بزاف في الجديد المنهج التعليمي التربوي. وكنشكر رئيسة جمعية ريان اللي كانت قامت بهذه البادرة الطيبة، والحمد لله كان لقاء تواصلي جد جد مفيد، ومشكورين على المجهودات المبذولة. شرف كبير لي اليوم أنني تواجدت في هذا مع جمعية ريان للتنمية والبيئة والرياضة بتعاون مع مكتبة دار مسار. صراحة استفدنا بزاف منهم احنا كمربيات وكمسيرات، استفدنا كيفاش نتعاملوا مع الطفل، كيفاش نتعاملوا مع المقرر بالنسبة للأطفال، كيفاش نتعاملوا مع نفسنا احنا كمربيات. تهيئنا صراحة، هيئونا نفسانيا للدخول المدرسي. شرف كبير لي أنني كنت واجد هنايا، وكنتمنى إن شاء الله أنني نكون في أي لقاء نكون حاضرة فيه إن شاء الله.